هل هاجمت طائرات إسرائيلية مقاتلة السودان؟ في الواقع الرد الرسمي حول هذا السؤال واضح، إسرائيل لا تعترف بهذه الاتهامات. في الواقع ديوان رئيس الوزراء يرفض التعقيب على هذه الاتهامات، كذلك المتحدث العسكري لم يرد ولم يعاقب على هذه لم يعقب على هذه الأنباء. فلذلك إسرائيل الرسمية كما هو واضح ترفض التعقيب على ما نشر من اتهامات حول قيامها بهذه العملية. مع ذلك نستطيع ربما إثارة بعض التساؤلات حول المصالح الإسرائيلية، وإذا كانت فعلا إسرائيل قد تقف وراء هذه العملية. الوزير الإعلام كان واضحا، يعني أنت تقول بأنه إسرائيل ترفض التعقيب ولكنها لم تنفي. وزير الإعلام يقول لدينا بعد فحص أدلة ثابتة أن هناك مخلفات أسلحة إسرائيلية استخدمت في الهجوم، وهي أدلة دامغة بأنها أسلحة إسرائيلية بالإضافة إلى شهود عيان. يعني هل بعد هذا كله يمكن أن تنفي إسرائيل؟ في الواقع هذا هو ربما السؤال الأكبر، هل كانت لدى السودان فعلا دلائل تثبت ضلوع إسرائيل بهذه العملية؟ ربما استمعت إلى ما قاله وزير الإعلام السوداني، ويبدو أن هذه الاتهامات افتراضية فقط دون توفر أي أدلة أو معلومات عفوا تثبت ويقول هذه الاتهامات. في الواقع نستطيع أدلة دامغة بأن التقنية حتى إذا كانت إسرائيل العالية التي استخدمت لا تملكها أي دولة في المنطقة غير إسرائيل، تم تعطيل أرض الرادارات في مطار الخرطوم قبل الهجوم بطائرات. إذا هذه بلا شك هذه دلائل افتراضية، وجود تقنية عالية بحوزة إسرائيل لا يدل بأي شكل من الأشكال بأنها فعلا تتحمل المسؤولية عن ذلك. في الواقع نستطيع القول بأن إسرائيل قد قامت في الماضي ببعض العمليات دون ترك أي بصمات قد تدل على ضلوعها بمثل هذه العمليات، هكذا كان في سوريا مثلا، في أماكن أخرى. والسؤال إذا كان فعلا بحوزة السودان أي دلائل تشير أو تثبت هذه الاتهامات، لا شك أنه من ناحية إسرائيل، وفي الواقع كانت هناك أيضا تصريحات علنية، إسرائيل تعتبر السودان محطة مركزية في عملية تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة. ولكن السؤال إذا كان بحوزة طيب شكرا لك أي يا العليمة، دلائل تثبت هذه يا العليمة الاتهامات؟ المراسل ربما العسكري نستطيع للإذاعة الإسرائيلية. الشك في